السلام عليكم. اليوم رانا في شارع الأسود بوهران، حيث أنه رانا مع نشوفوا إقامة تاع المزيانيين اللي راهي يعني لحقت في المراحل الأخيرة تاع الإنجاز تاعها، حيث أنه كل الطوابق انتهت وفيها 17 طبقة. و يعني من ناحية التصميم يعني تبدو أنها واحدة من أفضل التصاميم اللي شفناها في الإقامات يعني في وهران، رغم يعني العدد الكبير تاع الطوابق اللي قلناه في الماضي لا يناسب السكنات، اللهم إذا كان فيه كل المستلزمات نتاع يعني الكوموديتي في هذا النوع من السكنات. إذن البولفار هذا راه في تطور ملحوظ، حيث كثير من العمارات راهي بدات تخرج من الأرض، وإن شاء الله يكون فيها فيديو خاص بالشارع هذا نتاع الأسود. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.